تكاتف مع إبراهيم الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعينا في كل مكان عبر إذاعتكم موجتكم السعودية ألف ألف ألف. من استديوهاتنا في الرياض أحييكم، أنا إبراهيم الدوسري، إن شاء الله في مشوار برنامج تكاتف اللي راح يكون إن شاء الله متواصلين معكم فيه من الساعة 7 وحتى 8 مساء. أذكركم أكيد بأرقام تواصلنا، الناس اللي حابة تتواصل معنا على 011-217-8585 أو 012-616-1100. حسابنا على تويتر ALIF ALIF FM. برضو نذكركم بالأبليكيشن الخاص في الإذاعة اللي هو ALIF ALIF FM. برنامج تكاتف، هذا البرنامج اللي دائما نتحدث عن العمل الخيري، عن العمل الإنساني، عن العمل التطوعي، عن القصص الإنسانية المؤثرة والمعبرة. ولأن العمل الإنساني دائما ليس له جنسية عندما يخدم الإنسان الإنسان، لذلك في كل مرة نحط رحال هذا البرنامج في مكان آخر، في مكان مختلف، في بلد مختلف، واليوم قصة مختلفة وبلد مختلف. في يوم الاثنين الماضي الموافق 12/3/2018 أظلمت مملكة البحرين في وقت مبكر جدا، وذلك حزنا وأسا على فراق أحد شبابها القادة. عندما أقول القادة أكيد أنا لا أتحدث عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة تحديدا في هذه الحلقة، لا أتحدث عن أحد أصحاب المناصب، ولكن الأكيد أنني أتحدث عن أحد أصحاب القلوب الكبيرة، عن أحد أصحاب الابتسامة السعيدة الوجوه المشرقة التي أينما ذكر اسمها أينما ذكر طاريها وجدت الجميع يذكرها بالخير. في يوم الاثنين تفاجأت حقيقة يعني في ترند موجود في تويتر عن أحد الشباب المتوفين. الحقيقة أنا لم أكن أسمع اسم هذا الشخص كثيرا، لكن عندما وجدت أن الإقبال كثير كان على موضوع على هذا الهاشتاج عفوا، ليس فقط في مملكة البحرين، كذلك في دولة الإمارات، في المملكة العربية السعودية، في الكويت، وجدت حب كبير تجاه هذا الاسم، تجاه هذا الشخص. لذلك يعني أصابني الفضول، أردت أن أعرف لماذا حسن، لماذا حسن. حسن الحريري الله يغفر له ويرحمه، خلونا ننتقل إلى الموضوع مباشرة. حسن حريري الله يغفر له ويرحمه، هذا الشاب البحريني رغم صغر سنه إلا أن الجميع كان يتحدث عن حسن، صدمة حقيقة محزنة أصابت مملكة البحرين، أصابت ناس كثيرين في مختلف الدول الخليجية، لأن حسن فارق الحياة. حسن لم يكن ذلك الشاب العادي، رح نعرف أكثر عن حسن أكيد، لكن خلونا نرحب بضيوفنا اللي انضمونا في هذه الحلقة. البروفيسور عبد الله الحواد، حياك الله وسعة البروفيسور. دكتور معانا مخرجنا. طيب ألو دكتور، السلام عليكم. طيب على بال ما يجهز، حياك الله دكتور، مساك الله بالخير يا دكتور عبد الله. ما اسمع زين ترى. ها الحين تسمعنا زين ان شاء الله. اي ان شاء الله. اسمح لي دكتور، حتى انا يعني الموضوع خابصني، حسن الله يغفر له ويرحمه يعني من الناس اللي حقيقه مؤثره واثرت علينا كثير، ومن الناس المقربين، فالموضوع محزن جدا، يعني طابع الحلقه اليوم حزين. حياك الله يا دكتور. الله يطول عمرك ويسلمك، بلا شك يعني انه فقيدنا حسن الحريري، حسن أنور الحريري، كان الحقيقة خسارة يعني وفاجعة كبيرة، سواء كان على مستوى الجامعة الأهلية، مستوى العائلة، وحتى على البحرين. ولذلك شاهد جنازة كبيرة جدا شارك فيها الآلاف، وطبعا أنا الحقيقة يعني عرفت حسن الحريري من أكثر من 12 سنة. دكتور أعطينا معرفتك بحسن، علاقتك بحسن إيش كانت في البداية؟ حسن كان طالبا في الجامعة الأهلية، وأنا كنت رئيسا للجامعة في تلك الفترة. وحسن الحريري كان نشيط جدا ودائما متواصل، ودائما يعني يصل للمجالس وينضم دائما إلى الأعمال التطوعية. وأيضا في الجامعة كان رئيسا لمجلس طلبة الجامعة الأهلية.
وبعد التخرج أيضا عمل معنا في الجامعة الأهلية، وكان قريب جدا مني لأني أنا بصفتي رئيس المؤسسة للجامعة أعتبر هذه الجامعة نموذجا حقيقة للمواطن الذي يحب بلده، وحسن الحريري كان هذا النموذج، وكان نموذج وكان محبوب من الجميع، زملاء دائما ينظرون إلى حسن. وعندما توظف في الجامعة الأهلية بعد عدة يعني مبادرات وزيارات خارجية في الحقيقة في أعمال تطوعية كثيرة، ذهب إلى الهند وأفريقيا وعدد من الدول، وفي البحرين أيضا مبادرات كثيرة. لماذا تم ترشيح، لماذا يتم ترشيح حسن تحديدا في مثل هذه المناسبات؟ الحقيقة شخص حسن شخص ودود جدا ومحبوب جدا من زملائه، كان رئيسا لمجلس الطلبة، فتمنينا أن يكون على علاقة مع خريج الجامعة وعلى علاقة مع طلبة الجامعة، ولذلك يعني وضعناه في المكان المناسب اللي دائما متواصل مع زملاء مع خريج الجامعة مع طلبة الجامعة. وأيضا إجا يعني لأول مرة دوري ناصر بن حمد بين الجامعات كلها، فكان هو حسن من يمثل الجامعة الأهلية بين زملاء، وكان الحقيقة محبوب جدا، ولكن يعني جاءت الوفاة والمنية جاءت في يوم كانت الجامعة تستعد للمباراة قبل النهائية في دوري ناصر بن حمد لكرة القدم للصالات، وكان الجماعة دائما يقولون حسن ويهتفون باسم حسن، وكأنهم كانوا حاسين بأنه سيودع الحقيقة. وأنا الحقيقة كنت في يعني آخر معرفتي بحسن كنت في الكويت عندما توفى، والصباح كنت مضطر إلى حجز 3 تذاكر وما كان موجود، فقلت لهم ما لها إلا حسن، وفعلا على 7 صباحا اتصل بي حسن وقال خلاص يا دكتور تقدر تسافر وبالسلامة. وفوجئت عندما جاءني الخبر وأنا في الكويت. يعني اتصل عليه قبل وفاته؟ نعم قبل وفاته تكلمت معه الحقيقة، وجاءني الخبر وأنا الحقيقة في الكويت. وطبعا كان فاجعة كبيرة، يعني كل زملاء كانوا يبكون، وكل إخوانه وأخواته والعاملين معه. اتصلت بمديرة شؤون الطلبة الحقيقة، هي اللي رفعت الخبر، وكانت منكسرة الحقيقة، لأنه حسن كان بالإضافة إلى كانه موظف كان أخ وكان عزيز على الجميع وكان متواصل، ولذلك فجع الجميع، والبحرين فقدت ابنا بارا، ابن يعني يعتز به الحقيقة. وطبعا دوري ناصر بن حمد سموا جائزة أفضل لاعب في الدوري باسم حسن الحريري، وإحنا بالجامعة الأهلية الحقيقة يعني عزاءنا الوحيد يعني أنه هذه الجماهير الكبيرة التي خرجت في جنازة هذا الشاب تودعه الحقيقة. الجماهير يعني نقول الجماهير اللي أتت تفرح لحسن أو تفرح مع حسن خرجت حزينة مع حسن، في كل الجماهير، وكانت يعني تصرخ باسم حسن، وفي ولكنه عزانا الوحيد مثل ما قلت، هذه الحب اللي اكتسبه حسن، وهذه يعني الجماهير الغفيرة من كل مكان اللي جاءت لتودع حسن الحقيقة. وأنا أول مرة أشوف ناس يعني تبكي في كل مكان وفي من كل الجهات، يعني في بيتي أنا كانوا أبنائي يبكون. يقال يعني أن البحرين كلها كانت في كلها في حداد الحقيقة لفقدان هذا الشاب العزيز الغالي علينا كلنا. ومثل ما قلت عزائنا الوحيد ما تركه من حب وما تركه من سيرة عطرة يعني الحقيقة. وأيضا يعني الحقيقة لا نستطيع أن نقول إلا أنه ذهب في يعني إلى رب رحيم
أرحم سيكون إن شاء الله في جنات الخلد إن شاء الله بإذن الله. دكتور، يعني هذه هي الرسالة اللي احنا نبغى نوصلها من خلال برنامج تكاتف، أن دائما العمل الخيري الأثر للعمل الخيري هو من يبقى دائما بعد وفاة الشخص. أخير دليل لهذا الأثر هو ما ترك حسن من أثر طيب يعني في الأعمال الخيرية والتطوعية اللي كان يقوم بها حسن، كثير منها ما كنا نعرفه ولكن عرفنا عندما ودعنا. دكتور، خليني أسألك، هل سيكون هناك مبادرات باسم حسن من الجامعة؟ الجامعة بلا شك ستقوم بمبادرات باسم حسن إن شاء الله، وسيوضع ويخلد إن شاء الله اسمه، كونه كان رئيسا لمجلس طلبة الجامعة، وكونه أيضا عندما اختاره الله يعني مشرفا على شؤون الطلبة وعلى الفعاليات الرياضية والفعاليات الثقافية، فإن شاء الله ستقوم الجامعة بمبادرات الهدف منها دعوة زملائه بالامتثال بخط حسن وبطريق حسن، لأنه خير هذا الطريق الحقيقة الذي يعتز به المرء ويذهب إلى إله كريم، ولكن يترك وراء هذه السمعة الطيبة. فإن شاء الله مبادراتنا القادمة نطلب من أخوانه وزملائه أن يحذو حذو حسن يا ربي وبأسلوب حسن، ليس فقط إخوانه وزملاء بل كل الشباب يا دكتور، يعني مثل حسن كل حقيقة شباب البحرين، عندما أقول إخوانه وشباب المملكة وشباب الخليج وشباب العالم، يعني حسن شباب البحرين نعم، وكل شباب البحرين ومو بس البحرين، حتى دول الخليج والدول العربية والدول الإسلامية، لأن حسن كان إنسانا للإنسانية. نعم. تطوع في أعمال خيرية في كثير من أنحاء العالم، يعني لم يكن يفرق، وهذا هو الرصيد اللي الرصيد الحقيقي الذي يبقى بعد الوفاة. حسن أنور الحريري الله يرحمه. طيب دكتور عبد الله الحواج، سعادة البروفيسور المؤسس الرئيس المؤسس لجامعة الجامعة الأهلية، وأنا أيضا أقول يعني إنه هذه المكالمة تأتيني وأنا في طريقي إلى مكة، يا فإن شاء الله دعواتنا، وهي تأتيك من إذاعة سعودية يا دكتور، دليل أن حسن يعني وصل صيت حسن إلى المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك، وصل في قلب المملكة، وأنا الآن قريب من مكة، وإن شاء الله نهدي له الدعوات إن شاء الله يا رب يا كريم، صلى الله نتقبل عمرتكم. شكرا سعادة البروفيسور عبد الله الحواد الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية في البحرين، شكرا دكتور. ألف شكر، الله يسلمك. فاصل بسيط مستمعينا، بعد أن نتواصل أكيد في الحديث عن حسن راح يكون معنا بعض من زملاء حسن في حلقة مؤثرة جدا، نلتقيكم إن شاء الله بعد الفاصل. تكاتف مع إبراهيم الدوسري، حياكم الله من جديد مستمعينا. الشاب المغفور له بإذن الله حسن الحرير الذي تتحدث باسمه الدموع في هذه الأيام، وتحدث باسمه الأثر الطيب الذي تركه حسن، إن شاء الله راح يكون معنا كذلك عدد من زملاء حسن. الأخ محمد صلاح معنا موجود يا عبد العزيز؟ موجود. طيب حياك الله أخوي محمد. يا مرحبا يا هلا أخوي محمد. يعني أول شيء نقول عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم والله يغفر له ويرحمه، يعني أثر طيب. أجرنا وأجرك يا أخوي، يا مرحبا فيك يا هلا، ما قصر. محمد صديق لحسن. محمد حكينا أول شيء عن بداية صداقتك مع حسن، كيف تعرفت لحسن؟ أولا أنا أحب أعرف بنفسي، يمكن كل المستمعين وربع حسن المرحوم وربع أهلنا وكلنا يعرفون، ما يعرفون اسمي، يعرفوني أبو صلاح يعني، أبو صلاح. لكن المرحوم من الناس القليلة اللي كانت تناديني باسمي رحمة الله عليه. أنا صديق حسن وأخوه، وما أقول إلا يعني كانت فاجعة، موته كان فاجعة للجميع، لكن النهاية لا عزاء إلا أنه راح للي أرحم مني ومن أهله ومن أمه ومن أبوه، راح لرب العالمين. المرحوم ترك بصمة عودة في حياة الجميع من أصغرهم إلى أكبرهم، جميع الطوائف جميع العراق، يعني كثر ما أقول لك إن الريال كان خير، واللي ما يميز عن غير إنه ما كان ينطر أي مردود، عمره ما نطرد، عمره ما نطر أي شيء. أنا هني مو عشان أتكلم أنا شلون عرفت حسن أو أنا من بالنسبة لك حسن، حسن من بالنسبة لك؟ إحنا نبغى نعرف محمد، أنت متى عرفت حسن، والفترة اللي جلستها مع حسن إيش عرفت عن حسن فيها؟ أنا عرفت حسن من أكثر من 10 سنين رحمة الله عليه.
لكن العشر سنين كلها ما تهم كثر ما تهم مواقف المرحوم. صحيح. المرحوم كان سند وكان ظهر وكان عزوتي في الوقت الرخاء والضيج الله يشهد. صحيح. المرحوم كان معروف عنه العمل التطوعي، وكان أحلى ما فيه إنه ما ينطرد، عمره ما نطر من أحد شيء. تذكر أحد المواقف محمد أبو صلاح؟ تذكر لي أحد المواقف اللي مرت؟ والله أكيد من كثرة المواقف أكيد من ضيعك الله يعينك، بس تذكر يعني والله العظيم إن يوم رجعت من الـ من الـ من دفان المرحوم، رجعت البيت كل شيء فيه ذك، يعني كل شيء في البيت، حتى في بيتي أنا رجال متزوج عندي بيتي، قاعد أتذكر حسن أول ما تزوجت الله يحفظه، كان أكثر إنسان يعني يقولون مو كل من في الدنيا يتمنى يشوفك سعيد، لكن المرحوم كان يتمنى يشوفني سعيد. أتذكر أول يوم تزوجت المرحوم تصلي، والمرحوم نادرا ما يكون جدي، أغلب وقته مزح وضحك وقشمرة وما يكون جدي، لكن اتصل يومها وقال لي يا محمد أنا أشوف السعادة في عينك، الله يرزقك أضعاف ما تتمنى. وصاني على مرتي، يعني مع أنه هو الريال يعني ما يبي شيء، بس قاعد يوصيني خير الله الله فيها ويا ابن الحلال، وقاعد يوصيني يعني وصايا والله أني أتذكرها لليوم. عشان كذا البحرين لا أشوفك إيه، لا لا أشوفك تسوي كذي، لا أشوفك تسوي كذي، اسمع ترى أنا رفيجك، اسمع إلى آخره. المرحوم إذا يبي يمدح أحد ما يمدح في وجهه، يعني مستحيل يمدح، مش الريال من هني هاي خوش ريال، ما عمره كان منافق، ما عمره كان يعني أنا يعني للأمانة ما في شيء مصبرني على فراقه إلا أتذكر إنه هو كان إنسان بار في والدي، أول شيء عنده أمه، أول شيء عنده أمه، بعدين كل شيء ثاني. يقوم الصبح يكلم أمه، إحنا وطالعين أمي، أبد ما عنده ما يعني ما عنده ولا شيء أهم من أمه. هاي الإنسان ما يبي ولا شيء من الدنيا، كان كل ما يشوفني متضايق يقول لي إيش فيها الدنيا، إيش فيها الدنيا يا محمد، الدنيا ما فيها شيء، أضحك أضحك هلون يقول لي عارف الدنيا ما فيها شيء، راح الرب أبو صلاح. أعطيني أعطيني أبو صلاح خبر وفاته كيف جاك؟ والله خبر وفاته أنا طول الوقت ما كنت مصدق، يعني استغفر الله، وين ومتى وكيف؟ لا اعتراض، كنت في الدوام والله، وأكثر الشباب يعني أكثر يوم يعني اتصالات في تاريخ حياتي، يعني تليفونات، إن الناس تبي تتأكد، لأن الخبر مو أكيد، الخبر وصل حق كل من وما حد متأكد. المرحوم كان قبلها بيوم، يعني يومها كان متصل الصبح يقول محمد ايش عندك على العشاء، خلنا نطلع نتعشى، وانا اقول له إيه ان شاء الله والى اخره، عادي ما كان فيه الا العافيه الله يشهد يعني، ومتعشي ويا الشباب ما في شيء. كم خبرونا يوم اتصلوا الاخوان واتصلوا الجامعه وكل من قاعد يتصل، وحتى من كثره الاتصالات تليفوني صك، وانا بس مو قادر استوعب ومو مصدق في مخي ان انا بروح بشوف حسن، لكن للامانه ما رحت. هذا الكلام كان الساعه كم محمد؟ كان على الساعه تقريبا 12 الى 1 على هالحدود يعني. يلا طيب بصلاح، بصلاح خليني استاذنك اخذ معنا طبعا برضو الزميل المرحوم وصديق المرحوم الاخ عبد الله العواضي. حياك الله عبد الله. عبد الله السلام عليكم. حياك الله اخوي عبد الله. السلام، اهلا اخوي عبد الله. وش عظم الله اجرك واحسن الله عزاك، انت الان معنا على الهواء في برنامج تكاتف للحديث عن المرحوم الله يغفر له ويرحمه حسن الحريري. اجرنا واجركم جزاك الله خير. نبغى نعرف بقى عبد الله انت بعد كيف وصلك خبر وفاه حسن الله يرحمه؟ عطينا. والله خبر وفاة حسن صراحة أنا كنت في الدوام يعني ويعني قبلها بعشر دقائق ربع ساعة قبل لا أسمع الخبر كنت أشوف الواتساب شغال يعني فحطيته على صوره وقعدت يعني أكمل شغلي ما بنشغل فيه، فأشوف يعني اتصال من واحد من ربعي شلت التليفون. ها عبد الله شلون؟ قلت له تمام الحمد لله. قال لي تدري المرحوم وينه؟ قلت له المرحوم لا، يعني جدوله مليان، يا مع الجامعة يا شغل الجامعة يا عنده شغل برا الجامعة. قال لي لا، كان يسألك يقول لك تدري حسن وينه قبل يتوفى؟ ما يدري متوفى. لا هو يدري بالموضوع، واصل الموضوع عادل، بس مو مصدق من الصدمة، عرفت؟ يا الله، يعني يبي يتأكد الخبر، الخبر واصل له من كذا جهة بس يبي يتأكد، عرفت؟ من صدمة الخبر مو مصدق. نعم فعرفت، فقلت له مشغول. قال لي لا انا وصلني كلام غير. قلت له كلام غير ايش قصدك انت؟ تغشمر ولا من صدقك؟ يعني انا وصلني كلام غير. قلت
كلام غير شلون يعني. قال لي شو يسموني، قال لي من الرجال مو زين في شيء. عبد الله، عبد الله حاول تقرب لي السماعه من فمك شوي حبيبي. اي الحين تسمعني؟ اي الحين واضح، تفضل. اي قلت، قال لي لا رن ان الرجال في شيء يعني. في شيء مثل شنو؟ قول لي. قال لي لا شوي واتصل مكانه اقول لك. قلت تعال يا ابن الحلال، قول لي انت ما يعني لا عطيتني لا رسيتني على بر. قال لي شوي واخبرك. قلت له اوكي، بس انا يعني يا في بالي يعني نسوي حادث طايح ريلك. انت ما كنت تعرف انه متوفي هذاك الوقت؟ لا انا ما كنت ادري. انا ليلتها يوم الاحد كنت قاعد مع المرحوم، كان زايرني المجلس وقاعد معاي للساعة 11 بالليل، وتعشينا مع بعض وسوالف دنيا وضحك، لدرجة انه حتى في العشاء كان يلقمني، يعني كان قاعد على يميني وقاعد يلقمني الأكل لهالدرجة يعني. سبحان الله. فكيت المكالمة من عنده، رفعت المكالمة حق واحد من الصبيان، اتصل له ما يرد التلفون إلا شفت بجروب، نحن جروب الرابع، كاتبين يا جماعة الخير حسن حريري عطاكم عمره. فأنا قريت ما استوعبت الموضوع يعني. سيدة يا في بالي وانت في الدوام قاعد وياي. اي وانا في الدوام يعني عرفت، وما استوعبت الموضوع مو مصدق. فاتصلت حق واحد من الرابع اللي كاتب الموضوع في الجروب، قلت له انت مصدق؟ قال لي اي والله العظيم. قلت حبيبي انت مصدق ولا تغشمر؟ قلت ترى السالفه ما فيها غشمره. قال لي لا والله مصدق، وتو واصلني الخبر. قلت له انت كذاب. فكيت التلفون، رفعت التلفون حق واحد ثاني، قلت له صدق الخبر؟ قال لي اي صدق الخبر. قلت له انت تكذب. فكيت التلفون، رفعت التلفون حق واحد من ربعنا الثاني، قال لي اي والله انا واصلني نفس الخبر. انت في حاله صدمه وقتها، في حاله صدمه مو مستوعب. انا مو مصدق. اقول لك سيده يا في بالي ان انا امس قبل اقل من 12 ساعه الرجال قاعد وياي سبحان الله، ما في الا الخير، وتركني الساعه 11 ربع من المجلس. قال لي انا تعبان بروح بنام، وبكره من الصباح عندي علاج طبيعي. من متى تعرف المرحوم يا متى تعرف المرحوم؟ المرحوم من 2008، يعني تقريبا 10 سنين الحين. زين، وبعدين قال لك بروح عندي علاج طبيعي بكره. اي فخبرني يومها اللي ترك عندي مشى من عندي من المجلس، قال لي انا تعبان بروح بنام وعندي علاج طبيعي اليوم ثاني الصبح. فبس سبحان الله جاك الخبر حق وفاته. اي طيب. والله يعني الخبر تقريبا على حدود الساعه 1:15 كذي يعني. قلت لهم يا جماعه انا ما اصدق الا لما اشوفه قدامي. واتصلت حق رفيجي، قلت له مرني، وهو كان رايح، كانوا مخابرين انه موجود في مستشفى السلمانيه. قلت له مرني لما انا اشوفه قدامي اصدق. قلت له انا مو مصدق الخبر. فخذاني مرني من الدوام، وانا ساكت طول الدرب لانه مو مصدق الموضوع، عرفت؟ فلما شفته قدامي بس هني صدقت الموضوع، صدقت الخبر. سبحان الله يحفظك. طيب خليني ارجع لبصلاح. بصلاح ليش 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 حسن ليش حسن صديق ابو صلاح؟ لماذا حسن؟ لانه رجل. بس كلمه تكفي عن ألف كلمه. لانه رجل. طب اعطيني صفاته. يعني صبور، يحمد الله على كل شيء، على كل شيء. ما عمري شفته في اي لحظه، سواء لحظه زعل ولا لحظه فرح، الا يحمد الله. ما عمري شفته الا ايمانه في الله قوي. وبار بوالديه. بار ما في يعني اكثر شيء يصبرني على فراق انه هو كان بار في والدي للامانه. سبحان الله. طيب يعني انت وبصلاح كاصدقاء محمد، كاصدقاء حسن ايش بعد وفاه حسن؟ ايش في مبادرات، افكار، مشاريع الحسن سويتوها؟ ايش نعم. سويتوا الحسن؟ اولا المرحوم راح وخلى على صدرنا ثقل. انا احس روحي فيني دين، لازم اسوي له شيء، لازم نسوي له شيء. اولا سبحان الله الجماعه ما قصروا والاخوان ما قصروا، قلنا من اول يوم يعني قلنا نسوي له مسجد. طبعا المرحوم كان رايح افريقيا ورايح وشايف، وفي البحرين عندهم مبادرات، في عندكم جمعيه ايادي اللي هي تسوي اعمال تطوعيه هو مشارك فيها، في عندنا الجمعيه السعوديه للفقراء، اطعام المساكين والفقراء في البحرين هو كان مشارك فيهم، يطعم يروح نفسي بنفسه. حتى في يوم من الايام اتذكر انه قال لي قوم لازم تجي وياي وتشوف، ورحت وياه وشفت. سبحان الله.
ليش كان ليش كان يحب هذه الأشياء؟ ليش كان يحب هذه الأشياء؟ لأن الإنسان مؤمن بالله إن كل من ممكن يكون في وضع فقر أو في وضع أنت ربك شنو حاطك عليه أنت بتكون عايش عليه. أنا من واجبي إن أنا أساعدك، فهو من واجبه كان إنه هو يساعد وما ينطر رد، ما كان أبدا ينطر أي رد. وأقطعك بالخير إنه يعني سوينا له مسجد، كنا ناويين نسوي له مسجد والله الحمد يعني في أقل من يومين اكتمل المبلغ، فكملوا المشروع إلى جامع في أقل من 4 أيام اكتمل مبلغ الجامع في مشروع في فلسطين لمدارس في مدرسة بيسوون لها صف على كمبيوترات وإلى آخره، اكتمل المبلغ بعد والله الحمد يعني حتى أول ما صارت أول ما جاتنا الفاجعة وإلى آخره، هو لو قاعد معانا وشاف اللي شفناه إحنا هو ما بيصدق كمية الناس اللي كانت موجودة في دفانة، والله ملوك ما يكون فيهم هالكثر أوادم. ترحمت عليه ويعني دعت له، ويعني الإنسان الصالح في النهاية ما له إلا الدعاء. أنا كصديقة إذا أحب صدق أدعي له، الناس كلها كانت تدعي له من جميع يعني حتى من جميع المرحوم كان واصل صيته لآخر الدنيا. يعني تخيل لك أنت تخيل أن أبو واحد من ربعنا كان يشتغل في البرتغال، مو في البحرين، في البرتغال يشتغل، فقاعد يسولف مع زميله في البرتغال فقال له أنا من البحرين، قال له أوه أنت من البحرين، قال له إيه نعم، قال له أنا أعرف شخص في البحرين، قال له من، قال له حسن حريري، واحد برتغالي ما قضي البحرين ولا شيء، حسن يعرفه شلون لا تسألني يا يعني المرحوم لا سهل الله. أي والله أبو صلاح، أنا فترة من فترات حياتي كانت في الإمارات، فأنا تفاجأت يعني في نفس اليوم أنه السناب شات عندي كان يعني مظلم حزن على وفاة حسن الله يرحمه، زملائي اللي في الإمارات اللي في الكويت اللي في البحرين اللي في السعودية اللي في كل مكان يذكرون حسن. أنا كنت أقول كيف تعرفون حسن؟ كيف كلكم أنت في الإمارات تعرف حسن، أنت في البحرين تعرف حسن، أنت في القاهرة واحد والله العظيم واحد بحريني في القاهرة يعرف حسن. التبرعات إحنا نشوف يوم تبرع الناس في عندنا نقدر نشوف من أي دول تبرعوا، والله لو أراويك لسه التبرعات تستغرب. اللي وصلت لمسجد حسن، اللي نعم اللي تبرعت لمسجد حسن من مش من البحرين بس، من افريقيا، من ناس في افريقيا تبرعت له. سبحان الله، يعني انت لك ان تتخيل ان الريال لوين واصل كان صيته ولوين كان يفكر انه يعني حتى المرحوم يعني ما كان يتوقع، ما كان يعني احنا مصبرنا اللي عليه ان الناس اللي ترحمت له يا اخوي. المسجد يوم صلاه الجنازه والله العظيم ما في ناس مصلين برا المسجد، يعني صلاه الجمعه ما تكون في الاستحام، يعني شيء مهول فاجع عوده. طيب ابو صلاح وعبد الله، استاذنكم في فاصل بسيط نرجع نستكمل بعد مشوار الحلقه، خليكم معنا. تكاتف مع ابراهيم الدوسري، متواصلين معكم اكيد في الحديث عن المغفور له باذن الله حسن الحريري. محمد ابو صلاح، اعطيني اخر كلمه حاب تختم فيها، كلمه توجهها لحسن، توجهها لاهل حسن، للناس اللي تعرف حسن، للناس اللي تنصحهم ان يقتدون في حسن في يوم من الايام. تفضل محمد. مثل ما قلت ما كان ينطر رد، اتمنى وكلمه اوجهها للجميع واتمنى يعني على راسهم اللي عندهم عزيز وغالي، لا تنطرون احد يروح عنكم عشان تقدرونه. انا الحمد لله ريحني بعد شيء وايد مهم ان انا قدرته موجود وقدره حي، وانا صديقي موجود وهو موجود وصديقي وهو حي. واختم عفوا قصدك صديقك وهو موجود وقصيدك صديقك عفوا هو متوفي. نعم صديقي واخوي وما اذكر الا بالخير. نعم وادعي له، هاي واجبي كصديق، واجبي كاخو، واجبي كل ما افرح اتذكره وكل ما احزن اتذكره. وبختم بقول لك في بيت شعر يحب حسن وسبحان الله يعني اللي هو يذكر فيه الحين لان كان احداه لنفسه يعني المرحوم. سبحان الله سبحان الله. اي نعم يقول البيت: اروح المكان الخابره خابره ياتي، اسوق القدم صوبه وهي ما لها حاجه، مكان النزيه وهو المواجهي له فيه، وانا خابر ما رجل مثله بدواجه، لعله عسى ما حد يني المجيده واشوفه وانا ما ودي اسبب احراجه. الله يرحمه يا رب، الله يغفر له. شكرا لك محمد، شكرا لك صراحه، ما قصرت، جزاكم الله الخير. شكرا يا ابو صلاح، لعل هذه الحلقه يعني على الجانب محزنه كثيرا، ف اسمحوا لي مستمعين حتى انا يعني الحلقه هذه شويه مؤثره فيني كثير، فلعلي اتواصل مع عبد الله العوضي. نعم شيخ، حياك عبد الله. عبد الله، حسن في المجالس، كل المجالس تعرف حسن،
كلمني عن عبد الله، عن حضوره في المجالس، عن أو أنا عفوا عن حسن، عن حضوره في المجالس، عن حب الناس له. والله شوف يعني حسن يحب يشوف ربع اللي حوالينا ملتمين مع بعض، يحب يزور يعني عنده يمكن أكثر من 4-5 مجالس يوميا يزورهم، يعني يطلع الصبح يروح الشغل، يخلص الشغل يروح يزور مجلس، بعدين يطلع مع ناس ثانيين ويطلع يرجع مرة ثانية مجلس، وبعدين يتصل حق الشباب الثانيين يشوفونها قاعدين انت في المجلس الفلاني يلا أمركم الساعة. فوق هذا كله بارف والدي مو مقصر مع هلا. يعني شوف يعني وصلت لي معلومة قبل كم من يوم أن قلنا قبل ساعة من وفاته اتصل حق والدته، قبل ساعة من يتوفى وهو رايح العلاج الطبيعي حق والدته يقول لها هاي ما بغيتي مني شيء أجيب لك شيء. يا الله يعني شوف يعني كنا هو حاس عرفت، ويعني احنا الحين قاعد نشوف سيرته العطرة وكلامه وابتسامته وضحكته، يعني هذه كلها قاعد نتعلم منها دروس. صحيح. يعني ابتسامته سواء بالخير ولا مثلا اذا هو متضايق مبتسم، اذا هو صادف مصيبة مبتسم ويتحمد ربه عرفت. يعني لدرجة احنا يعني في المغيسل واحنا نغسل ابتسامة شاكية حاجة والله الحمد، هذا اللي احنا مريحنا ونطمننا عرفت. ويعني العالم اللي ذكرته بالخير لأيام لليوم من بعد أسبوع من وفاة الله يرحمه، العالم تذكره بالخير ليحين، تذكر محاسنة وتذكر الأمور اللي سواها والأعمال الخيرية والتطوعية اللي سواها في البحرين وفي الخليج وفي أفريقيا، الناس الحين قاعد تذكرها، في ناس ما كانوا يدرون يقول شنو كان يسوي من خير، الناس قاعد تحكى ترى الريال سوى وعمل وفي أفريقيا راح وشال وحط، وفي البحرين الأيتام اللي كان يرعاهم وما حد كان يدري فيهم، الأيتام العوائل اللي كان يرجون لهم مساعدات خيرية، وإحنا ما كنا أحنا ربع الكلوز معاه يوميا وياه ما كنا ندري بهالشيء. عقب وفاته قعدنا نعرف من الناس اللي هو كان قاعد يساعدهم، من الناس اللي كان يشتغل وياهم بالخش، يعني مثلا يشتغل وياهم بالسر حق يساعدون عوائل بحرينية وعوائل غير بحرينية في البحرين عرفت. يعني الحمد لله يعني سيرته العطرة ليه يعني ليه قدام، أنا أشوف يعني ما راح تنسي في البحرين. لا ما ينسى يعني مثل وفاية جنازته، يعني اللي حضروا جنازته معنا من وفاته لمن أعلنوا متى بيصلون عليه وبيدفنونه، يعني يمكن 4-5 ساعات. هالأربع-خمس ساعات يعني المسجد اللي صلينا عليه انترس لبرا المسجد من كل دول الخليج. يا عبد الله من كل دول الخليج، كل دول الخليج. ويعني أنا يوم وصلني الخبر وأنا في المشرحة مو مصدق الموضوع، وأشوف رفيجي قدامي عالم قاعد تتصل من البحرين، ربع من الكويت، ربع من الإمارات، ربع من قطر، يعني بس أرد على التلفون إيه اللي سمعته صج وصكة، إيه يا جماعة ترحموا عليه، إيه يا جماعة ادعوا له. يعني في أقل من ساعة ساعتين من وفاته العالم كلها درت، وصل كل الخليج والعالم تتصل لي تسأل صج يا جماعة. مين عبد الله مين حضر جنازة حسن؟ من أنا سمعنا إنه حضروا يعني ناس من العائلة الحاكمة، حضروا ناس من الجامعة، حضروا ناس من السعودية، من الإمارات، من كل مكان. من السعودية شفت، من الكويت، يعني في أوادم نفس اليوم من سمعوا الخبر قصوا تذكرة ويو الدفان، في أوادم ثاني يوم يونا من الكويت، من الإمارات، من قطر، من عرفت يعني العالم اللي ما قدرت تجي إلا اتصلت تعتذر واتصلت الترحم على المرحوم عرفت. يعني حتى ذكرها أخوي أبو صلاح إن حتى في مشروع المسجد اللي كنا بنسويه خلال أقل من يومين فكينا المبلغ، وبعدين كبرنا المشروع من مسجد إلى جامع، وبعد في أقل من يومين يعني مجموع 4 أيام فكينا المبلغ. يعني العالم ترحم عليه وتبي تسوي له خير مقابل الخير اللي سواه والخير اللي قاعد يسمعون منه عرفت. يعني إلى اليوم العالم تتصل لنا يا جماعة شنو عندكم مشاريع باسم المرحوم، يا جماعة شو بتسوون باسم المرحوم عرفت. الله يغفر له ويرحمه عبد الله. يعني حتى المتبرعين يوم إحنا
خبرونا الجهة اللي قاعد تشتغل على المسجد وقاعد تسوي للمسجد وهذا لنا يعني حتى المتبرعين يعني من الخليج من برا الخليج من 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 أفريقيا ناس متبرعين له من أوروبا من بريطانيا متبرعين لناس عبد الله إحنا حاولنا يعني نوصل يعني إحنا حاولنا نوصل عبد الله الأهل حسن لكن كلهم يعني صراحة الوضع كان بالنسبة لهم حزين جدا وصعب عليهم الكلام. كيف تقبل أهل حسن الوفاة حسن؟ عندك خلفية؟ شوف يعني أول شيء رضاك بقضاء الله وقدره هاي أول شيء ولله الحمد يعني والد حسن وأخوه محمد يعني إيمانهم قوي بالله عرفت كتبة رب العالمين صح ولأن عارفين أن ولدهم أول شيء بار بوالدينه ومحب للخير وما ضر أحد وسباق للخير والعمل تطوعي عرفت فهما يعني ناس ما أقول لك ناس ما قلت لك هم يعني متقبلين الموضوع إيمان قوي ويدعون له بالخير الحمد لله. ويوم شافوا يوم صلينا عليه الجنازة يعني أنا أول مرة في حياتي أشوف الناس الجنازة يعني الناس من داخل المسجد ليه عند قبر المرحوم المكان مليان فما يقولون من أكبر الجنازات في تاريخ البحرين يعني ما في مكان أنت تمشي خطوة قدام فتخيل أنت هذا العالم واقفين والجنازة بس تمشي من إيد لإيد فوقهم ليه قبر المرحوم سبحان الله يعني هذا أنا عمري ما شفت في حياتي هذا حسن الخاتمة أي يعني شوف العالم اللي تحبه والعالم اللي سامع عنه خير وهو كان متواصل مع ناس كثيرين في البحرين وناس ما كنا متوقعين إنه هو متواصل معهم طلع يزورهم ويروح لهم مجالسهم عرف يعني كلهم يعني حتى ربعنا في ناس عندنا كانوا معنا في الجامعة بالجامعة ما كنا يعني نشوفهم من فترات طويلة بعيدة هم شفناهم جايين المقبرة عرف الحمد لله عبد الله كلمة ختامية عبد الله توجه كلمة ختامية والله شو أقول لك أول شيء أعزي روحي لأنه هو كان من أعز ربعي وياي وليلة وفاته كان موجود معاي فهاي الشيء اللي شوي صعب علي وصدمة سبب لي صدمة يعني لليوم مو قادر أصحى منها بس إلى الآن يعني قضاء الله وقدره والحمد لله على كل حال هاي شيء ثاني يمكن ربعي أو اللي حواليني وربع المرحوم يعرفون ان انا يلقبوني بالعميد وهو المرحوم الله يرحمه وهو لقبني بهاللقب اول مره وما كنت متقبل الموضوع كنت حاسس ان كنا انا فوق يعني كنا انا يعني ناس ما تقول انا فوق ربعي كلهم وان انا درجه ثانيه وشي فحكيته كذا مره قلت له ما اخذ هاللقب وما شنو قال لي لا انت العميد انت اكبر واحد فينا انت عميدنا كلنا عرفت فبعد ما راح المرسوم صار هاللقب عزيز علي عرفت العميد يعني لدرجة ان ربعنا اللي في البحرين وبرا البحرين وغيرهم يعني يلقبوني بهاللقب فمن بعد وفاة المرحوم عرفت ان هاللقب عزيز علي لازم ما استغني عنه هذه هدية ابدية ما نسميها اي ها يعني قلت الحمد لله يعني سماني بلقب اعتز طول عمري خلاص خلينا نقول أجل العميد عبد الله العوضي شكرا لك عبد الله ما قصرت عبد الله شكرا عبد الله حاضرين لك صديق لحسن أصر أنه هو يتحدث عن حسن اليوم وإحنا أصرينا عليه برضه أنه هو يتحدث عن حسن اليوم لقربه من حسن محمد النجم حياك الله محمد مساك الله بالخير ويعطيكم العافية أول شيء أنا أشكرك أنا ما أعرف إذا تسمعوني ولا ما تسمعوني صوتك واضح نعم أنت على الهواء تفضل الله يسلمك أنا وصل لي الرقم منك والحين توني انتبهت وصريت لما عرفت إني في برنامج حسن ما راح أطول الشباب كفوا وفوا وتكلموا عن حسن جانب الخير حياة الناس اللي أثر فيهم أنا راح أتكلم عن حسن كصديق شلون أنا تأثر قبل لا تتكلم عن حسن كصديق أعطيني كيف تعرفت على حسن حسن تعرفت عليه تقريبا قبل 7 سنين لما رجعت من الدراسة فعندنا احنا مجموعة اصدقاء مشتركة فهم اللي عرفوني عليه اول ما تعرفت على هذا الولد شفت الولد الطايش اللي يروح ويكلم الناس كلها يكلم على الاولي والتالي فكنت اشوفه صديق الكل كنت اخاف من صداقة هالانسان لان يفادق الكل فما تعرف تقرب منه ولا ما تقرب يمكن اليوم يحبك باكر ما يحبك فمع السنين بدينا نتعرف عليه بدينا نشوف يعني طيبة قلبه
لما بديت اشوف حسن في المجال التطوعي هو هني اكثر اللي بديت اتعرف عليه، هو اللي قال لي محمد. محمد احنا بنبحر في هذا الموضوع، لكن اسمح لي اطلع فاصل بسيط جدا ارجع لك ان شاء الله. ان شاء الله تامر. تكاتف مع ابراهيم الدوسري، حياكم الله. عن الأثر الطيب الذي يتركه الإنسان بعد وفاته عندما يقوم بأعمال إنسانية خيرية تطوعية، وكيف أن هذا الأثر أو هذا العمل أثر كبير جدا بعد الوفاة. اليوم عن حسن الحريري المغفور له والمرحوم له بإذن الله. حسن الحريري هذا الشاب البحريني، وإن كان العمل الإنساني ليس له جنسية، ولذلك اليوم نحن نتحدث عن هذا الشاب المميز حقيقة من إذاعة سعودية، إذاعة ألف ألف أم. حيكم مرة أخرى معي محمد النجم صديق حسن. محمد حياك الله من جديد. الله يحييك يا أخوي. أنت سألتني شلون نعرف حسن. نعم. فقلت لك أنا تعرفت عليه على مجموعة من عن طريق مجموعة أشخاص مشتركة. أنا حياتي قبل كانت هي عبارة عن عمل ودراسة ومشغول دائما بالعمل، ونسيت يعني جوانب ثانية في حياتي منها المسؤولية الاجتماعية. فأذكر يوم حسن قال لي أو ما يلقبوني يقول لي نجم، أنا في محمد النجم، فيقول لي نجم، فيقول لي يا نجم أترك عنك الشغل ترى ما راح ينفعك، بيخلص العمر والشغل ما يخلص، فسوي لك شيء. فايش كنت اقول؟ قال لي والله في مشروع اعاده تاهيل بيوت وكذا، فانت اشترك فيه، اقربك السنه اللي فاتت واشترك، فروح انت ولك شيء بدل الشغل اللي ما راح تحصل منه شيء. وكنت دائما اتعذر حالي حال الباقي انه لا والله مشغول وما عندي وقت، لو في وقت كان راح. وهو من الناس اللي قال لي لا انا بسجل اسمك وانت روح، واذا مداك سوي الشيء. وقلت له ان شاء الله، وفعلا رحت. وكانت هذه التجربة اللي غيرت رأيي عن العمل التطوعي، وكان هو السبب فيها. سبحان. أنا ما راح بس أتكلم عن ذي الجانب، أنا بتكلم عنه هو كشخص معي أنا. وكلمني برضو هو. وكلمني برضو عن حسن في الأعمال التطوعية، أحتاج الفقرة هذه. طبعا إن شاء الله. أول شيء حسن كشخص، أنا انفجعت بالخبر، ولا راح أتكلم لك عن شعوري في وقتها. أنا انفجعت بالخبر من 9 سنين قبل، وما ظنيت ان عقب ذي اليوم في شخص ثاني ممكن يسجعني بنفس الخبر. توقعت ان الحزن حزنته وانا عمري 19 سنه وما راح يبدا، توقعت هو حزن واحد وبس وراح اعيش حياتي عليه وراح يخف مع الزمن. سبحان. لما جتني صدمه ثانيه خلتني اعيد كل الحسابات اللي كنت حاسبها، ظنيت ما في حزن اعلى من حزن امي. كنت اقول له شيء في الفتره الاخيره قبل كم شهر، كان في مشروع انا اسويه بيني وبينها كلمه، فالموضوع يخص والدتي الله يرحمها. فكنت أقول له حسن أنا أبغى أسوي كذا وكذا، وقال لي إن شاء الله أول ما أسوي أنا أول الداعي. أنا يمكن عمري ما قلت حتى أصدقائي الإجراب ما يعرفون هالشيء. أنا أكتب كتاب في والدتي الله يرحمها. فالكتاب عبارة عن مرثيات وعن إحساسي عبر 9 سنوات، شلون يعني أثر فيني وفاته وش اللي خلاني أوصل الآن. فيعبر عن شعوري، عن شعور كثير من الناس اللي توفت أباهم. كان يقول لي أنا أول الناس اللي بدعمك عشان ينشر هالكتاب. يا الله. ما ظنيت ان حسن بيكون جزء الان من هاي الكتاب. يا الله. توقعت انه هو شيء راح يكون بيني. سبحان الله صار جزء من يعني كان الموضوع سر. كنت ما يعني حتى يعني اجرب الناس اللي ما يعرفون ذي الموضوع. كنت انا قايل له لانه هو انسان مهتم في الثقافه، مهتم في الثقافه في الكتب، هو اصلا جزء من برنامج في البحرين اسمه تاء الشباب. فتوقعت هو اكثر الناس اللي راح يفهم ذي الموضوع، وفكرتي ما كانت واضحه، فهو ساعدني ابلور الفكره صح، شلون ينكتب الكتاب، صياغه، نوعيه الناس اللي راح تقرا هالكتاب. من هذا المنبر انا حابه اوصل هالصوت، انت بتكون جزء من نفس الحزن اللي انا حزنت فيه على امي، وما راح اعطيك فقط، انا راح ابين تجربتي معك حق الناس، اساس كل شخص فقد عزيز الان يعرف مدى الاحساس. كنا دائما نسمع عن ناس يروحون في شبابهم، اصدقاء الى اصدقاء، وفي المجتمع دائما تسمع واحد في عز الشباب راح، ما كنا متاثر، انت اثر لان شخص في عمر صغير راح، يعني من عمر راح من شبابه. لكن الآن لما تفقد فريق قريب منك تبتدي تحس بهالناس، تبتدي تعرف حجم المعاناة. ما أقول لك إحنا يعني حزننا بسيط على هاي الإنسان، لكن الحزن ما تحزن بهالكم لما تشوف كل هالناس اللي تحبه، كل هالناس اللي تعمل له الخير. هذه نظرتنا للحزن لازم ما تكون بهالطريقة، المفروض تكون أكثر إيجابية. من فينا يعني يتمنى يروح عن الدنيا وكل هالناس تحبه، كل هالناس تذكره بالخير؟ هذه مو شيء بسيط. الناس صحيح. اللي تحب هالبصمة في المجتمع مو شيء بسيط. الآن أنت في السعودية وتسوي برنامج عن إنسان لا في المجال التطوعي في البحرين، هذه فخر كفاية لنا إحنا كأصدقاء أن نعرف صحيح. أن صديقنا الآن يذكر على جميع الألسنة بالخير. والناس ما بتنسى، وإحنا نبي نخلي هالذكرى الطيبة دائما تكون خالدة لأنه هو إنسان طيب. صحيح.
طيب أعطيني عن حسن في العمل التطوعي يا محمد. إيش البرامج اللي تعرف أن حسن شارك فيها؟ حضور حسن في مثل هذه البرامج؟ أنا يمكن ما تحضرني جميع أسامي البرامج، لكن هو كان موجود في كل عمل تطوعي تتخيله. في رمضان في مجموعة أشخاص يوزعون مؤونة على الناس المحتاجة، حسن كان موجود فيها. في برنامج كان من ضمن جمعية ريادة الإغاثية اسمه بيتكم بيتنا، اللي هو إعادة تأهيل البيوت أو العوائل المحتاجة، اللي أنا شاركت فيه، وحسن كان من الأشخاص اللي كانوا من ضمن هذا البرنامج من الأساس. كيف كان معلش السؤال، كيف كانت ملامح حسن لما كان يشارك مثل هذه الأمور؟ معنويات حسن لما كان يشارك في العمل التطوعي؟ تعرف العمل التطوعي يأخذ من وقتك، يأخذ من جهدك، يأخذ من وقتك، من علمك، يأخذ من كل شيء العمل التطوعي. كيف كان حسن لما يقوم مثل الأمور؟ كيف كانت فرحته، شعوره؟ ما كان عنده حياة غير هالشيء، حياته هي هذه سعادة الناس، حياته لما يدخل يقض كلمتين يونس الناس ويمشي. هذه حسن، هذه باختصار. يعني مستحيل حسن يمشي عنك وانت تطلع زعلان منه، ولا أو اللي حوالينا زعلانين منه. لما كان يدخل البيوت، بيوت ناس بسيطة، يعني كلامها بسيط، حياتها بسيطة، سبحان الله هالإنسان يدخل يقول لهم كلمتين يضحكون معه بشكل. حتى أنا أقول له شرك أنت مع هالناس اللي عارفون اللي تعرف مفتاحهم تصيدهم. قال لي أنا ولدها الديرة، أنا وصب هالناس عايش، أنا مو مترفع على أحد، ما أدش وكلمة، عارف مفتاحهم وين. لكن إحنا نتعلم منك، نستغرب شلون الإنسان يقدر. من يسمع عن شخص محتاج راح وصل. احنا طبعا في بعد وفاة عرفنا شيء ما كنا نعرفه في وقت حياته، كمية الناس اللي كان يساعدهم، كمية الناس اللي هو اساسا كان يوصل الخير من طرف واحد لطرف الثاني. هذه عرفناه بعدين، ما كنا نعرفه قبل، خصوصا انا يعني كشخص ما كنت اعرف الشيء قبل. بس اللي عارف، اذا انا مثلا ناس يسالوني عن ناس محتاجه، بعتلفون حق حسن، واول انسان بي على بالي بقول له والله حسن في شخص يبغى يتبرع، يعني خليه يكلمك، يقول لي خليه يكلمني. سبحان الله. فهذا الانسان، هذه كانت حياته. حسن جزء من كتابك. في ختام هذا الحلقه كلمه توجهها لحسن لو كان يسمعك. ودي اقول كلمتين على بعض مو قادر. مشيت بسرعه يا حسن، ما مدان اتعرف عليك، ما مداني اعيش معك. كان ودي ان تاريخي معك في الذكريات يكون اكثر من كذي. هذه كتبت الله، ونفس ما رقيت امي وما راح انساها، انت بعد بتكون الصديق اللي عمري ما راح انساه. والله يغفر لك يا رب، يجمعنا معك في الجنه. اعتقد هذا ختام الحلقه. شكرا محمد، شكرا مستمعينا، التقيكم في برنامج اخر بعد قرير في مشاوير مع زميل حلو فراد. شكرا لكم.